أهلا بكم. أكد النائب السابق في اللجنة المالية أحمد حمى رشيد أن الخلافات السياسية وعدم تشكيل الحكومة عطل إقرار الموازنة. وأضاف رشيد أن هناك خلافاً نشب بين الحكومة والبرلمان بشأن الموازنة، مبيناً أن حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب الحالي أكد أن البرلمان سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال قانون الموازنة إلى المجلس الحالي، في حين أعلنت وزارة التخطيط أنها لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب بل ستتركه للحكومة المقبلة. حذر أعضاء في لجنة النزاهة النيابية السابقة من محاولة سلطة الطيران المدني إجراء ما قيل إنه تعديلات قانونية تتيح لها التعاقد مع شركات وهمية. وسائل إعلام نقلت عن عدد من أعضاء اللجنة النيابية السابقة تأكيدهم أن المقترح الذي ستقدمه سلطة الطيران المدني يوم الثلاثاء إلى مجلس الوزراء سيسمح للفاسدين بالتعاقد مع شركات وهمية تربط بعض المتنفذين علاقات خاصة بهم لتوفير الحمايات الأمنية لمطار بغداد، محذرين أن التعاقد مع تلك الشركات الوهمية سيؤدي إلى هدر ملايين الدولارات من المال العام على عقود مع شركات وهمية لن توفر الأمن للمطار. هدد الخريجون المعتصمون أمام شركة نفط ذي قار بالتصعيد بعد عيد الفطر المبارك ردا على تجريف خيام الاعتصام على يد قوات من الجيش. وحمل المعتصمون السلطات في المحافظة والقيادات الأمنية مسؤولية ما حصل تجاه مطالبهم بالتعيين، فيما أكدوا أن عملية تجريف خيامهم ستزيدهم إصرارا على التمسك بمطالبهم. هذا وكانت القوات الحكومية قد جرفت خيام الاعتصام الخاصة بالخريجين المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار الذين يطالبون بالتعيين ضمن دوائر ومؤسسات وزارة النفط في المحافظة. نظم أصحاب مشاريع الدواجن في العراق وقفة احتجاجية في تقاطع الخرطوم في بغداد احتجاجا على فتح الاستيراد. وقالت مصادر صحفية إن أصحاب مشاريع الدواجن قاموا بقطع تقاطع الخرطوم وسط بغداد احتجاجا على قرار فتح الاستيراد. وكانت دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة قد حذرت في وقت سابق من أن الاستيراد يهدد نحو 700,000 عامل في قطاع الدواجن في العراق بأن يكونوا عرضة للبطالة. نفت وزارة الزراعة الحالية في العراق وجود شح في الأسماك عازية ارتفاع أسعار الأسماك إلى كثرة الطلب. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق خلال شهر رمضان يعود إلى السحب المضاعف من قبل المواطنين رغم توفر الأسماك والاكتفاء الذاتي. وأضاف أن حملة لإطلاق الملايين من صبيعات الأسماك بالمسطحات المائية بدأت قبل 3 أشهر بهدف زيادة مخزون السمك، مؤكدا أن نسبة الإطلاقات بلغت 200%. مشاهدينا الكرام، الآن نتابع أسعار العملات والمعادن في هذا التقرير. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.